وللكذب. قال أشتريها بمئتي درهم. 200 درهم، عايزين نركز، 200 درهم. باعها بال200 درهم، رجع إلى البائع أعطاه 140 درهما، كده بقي معاه كام؟ 60 درهما. راح للسيدة فاطمة رضوان الله عليها ووضع في حجرها 60، فقالت له إيه ده؟ فحدثها بما وقع له. قالت والله لن نذوق طعاما، شوف تحري الحلال، لن نذوق طعاما ولا شرابا حتى نرجع ونعود إلى رسول الله. رجع يعني علي وزوجته فاطمة إلى رسول الله، حكى للنبي اللي حصل، فاستبشر النبي وتبسم وقال أبشر يا علي. إيه؟ قال إن البائع جبريل والشاري ميكائيل والناقة مركب فاطمة في الجنة. يا الله يا علي، لك أشياء لم يعطها أحد غيرك، لك صهر هو رسول الله، ولك ولدان هما سيدا شباب أهل الجنة. نأخذ الأستاذ نبيل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمد؟ الله يعزك. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. معك يا بالحصن مكرر الشموت مركز بنها اليوين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك أنا عندي 56 سنة وأخويا عنده 46 سنة، يعني فرق بينه وبين 10 سنين من 10 ل 11 سنة. تمام. وفي سنة 2004 أبويا كتب لي البيت أنا وأخويا، لأن كنا خلصنا حقوق إخواتي كلهم البنات. تمام. وعندي صور العودات. في 2006 لقيت ابويا كاتب العقد تاني مسجل وحاضر في المحكمه باسم اخويا بس لوحده. تمام. سنه 2010 احنا مخلصين البنتين او الثلاث بنات انا واخويا في البيت. حضرتك واخوك انتوا الاثنين اللي خلصت بنات بحقهم. تمام، بمعرفه ابويا وامي. تمام. وخلصنا في البيت برضو، ولقيت برضو العقد بتاعي اللي هو المفروض مكتوب في 2006 اتغير في 2010 تاني بمعرفة أبويا بحكم محكمة برضو صحة توقيع وحاضر. طيب حضرتك ثواني بس، حضرتك عشان السؤال يكون أوضح، حضرتك خلصت إزاي أنت وأخوك وأنت عرفت أن في عقد تاني، ولا قبل ما تعرف؟ قبل ما أعرف. قبل ما تعرف. أنا ده مع حضرتك أبويا، أنا الكلام ده في 2004. في 2004 أبويا ميت 2017. تمام. ما عرفتش إلا بعد الوفاة. يعني 2004 خلصت إخواتك حضرتك وأخوك. وبعد سنتين عرفت ان في عقد تاني باسم اخيك. لا حضرتك ما عرفتش الا بعد الوفاه، كانت 2017 3/8/2017. تمام اتفضل. يعني الفرق كبير. ووالدتي والناس بتقول لها حرام عليك، قالت لها لا مش حرام، انا كده كده هتحاسب وبروح جهنم على روح جهنم. واخويا تمام، قال انا اخويا احمد تمام، قال انا مش هدفع حاجه، هو اللي عمل في نفسه كده. لا ثواني، يعني احمد مش عايز يرجع المال. تمام. وعنده 55,000 نقد من ايدي، نقد من ايدي مش عاوز يدفعهم برضه. طيب نقدي. سؤال حضرتك، حكم المال ده ايه؟ حكم المال وحكم الشرع في الورث. تمام جزاك الله خيرا. حكم المال وحكم الشرع الوارث، لا وصية، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ما ينفعش ان انا اوصي بمالي كله لوارث دون الاخر. او الناس اللي بتمنع البنات من حقوقها يقول لك لا ده الولد اصله هيعيش في البيت وهيعمل، هؤلاء يتعدون على شرع الله عز وجل. واللي بيسمح لنفسه بأن يأخذ هذا المال، يعني لو وارث أخذ المال كله دون باقي الورثة، يأكل حرام، أكل مال حرام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الأخ ده لو سمعني دلوقتي عليه أن يؤدي في الدنيا قبل أن يكون هناك، قبل أن يكون في الآخرة، والعملة هناك يعني بالحسنات أو بالسيئات. أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله إن المفلس فينا من يأتي يوم القيامة، قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، وفي لفظ من لا درهم له ولا متاع. سيدنا النبي قال إن المفلس من أمتي، ده الشاهد بقى، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت على خطاياه ثم طرح في النار. لذلك الأخ اللي ما أخدش ميراث أقول له صبرا، حتى وإن لم تعط في الدنيا فإن دواوين المظالم تنشر بين يدي الله عز وجل، والله يمهل ولا يمهل.